السلام عليكم، اهلا بيكم. انتخابات تركيا لسه عامله حرقان لشنله السيسي، لسان الزفر شويه والعش والوش العك شويتين، والقبل وبعد دول كلهم وبيحتويهم كلهم النخبه الحازقه من الحزق، بالزين مش بالزاز. معانا شخصيه مهمه جدا تتربع على قمة اللزاجة والسماجة ما بين كل أقرانه. معانا قائد فرقة الحزب في الصف الوطني، صاحب أشهر حمالات في تاريخ النضال السيساوي. معانا ومعاكم إبراهيم عيسى، اللي طلع يحزق ويقول رأيه في الانتخابات التركية. خلينا نسمع هيما لما اتكلم عن الانتخابات التركية قال إيه. طبعا سؤال منطقي جدا يسألوا اي اخواني، مش ده المستبد اللي تبطلوا عليه؟ لكن مستبد بيعمل انتخابات وكمان مش عارف يجيب الراجل هي زيادة يبقى رئيس جمهورية بيه، اذا كان الراجل في ايده يعني الصبل والطول وديكتاتور ومستبد واقف الابداد عايز يفتح بيها 50.5% 51 زي ما رجع كده ب 51 او ب 52 ديكتاتوري ابو 52%. ده كلام منطقي على الاجابه، انه انك تطرحها على نفسك وانك انت تحاول الاجابه عنها فعلا وتفتح حلقتها وكونها وراء. ليه؟ لانه رقم واحد نعم اردوغان مستبد. موضوع قولا فاصلا. طيب خلونا ناخد وندي مع ابو خليل من غير تريقه ولا سخريه ولا تهكم، بجد بجد والله مش هزار. الراجل بيقول كلام كويس، وزي ما شفتوا شكر في المشهد ده وقال يعني ان في ديمقراطيه، وقال تركيا بالتاكيد استفادت من المشهد على كل المستويات. لكن ابراهيم في كلامه وكعادته لازم يحط السم في العسل. ازاي بيعمل الكلام ده؟ اقول لك في نقطتين. النقطه الاولى ان ابراهيم عيسى حصر طرح السؤال المنطقي على الإخوان، وده طبعا حصر خبيث ما يخرجش غير من حازق 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 بالزال، يعني وضع عفريت بيفهم، وحازق بالزين اللي انتوا عارفينها دي، اللي عارفين معناها، اللي هو بيشد على نفسه شوية ومش لازم نوضح، يعني بيجي على نفسه قوي من الآخر. لأن القصة وما فيها، شوف يا أبو خليل، يعني خلينا نركز في الكلام علشان بس إيه نرد على كل اللي قاله. لان يا ابو خليل ده مش سؤال بيسأله الاخوان بس، ده سؤال بيسأله الشعب كله، واحنا على مدار اسبوع بنتلقى اتصالات من الناس وبنسمع منهم نفس السؤال ده، هو احنا ليه ما عندناش انتخابات؟ ليه ما عندناش زي كده؟ ليه ما عندناش زي اللي بيحصل في تركيا؟ فمحاولة انك تمرر القصة بانها تخص الاخوان بس لا مش هينفع، العب غيرها. النقطة الثانية ان ابراهيم لسه مستمر في نفس الكذب الكبير قوي، كذبة الكبرى، وهي ان الاخوان بيعتبروا تركيا الباب العالي، وانهم بقى ما بيحبوش مصر ولا بيحبوا الدول العربية والكلام الهابط ده. انا بس بفكر انت بتكذب يا ابراهيم، وحفكرك لو ناسي، او الرئيس مدني منتخب الرئيس محمد مرسي الله يرحمه، اول زيارة خارجية بعد الانتخابات كانت للسعودية. السعودية لأنها امتدادنا الطبيعي العربي والإسلامي. الإخوان هم كمان ما خرجوش من النطاق ده، نطاق الامتداد المنطقي العربي والإسلامي. لكن لما تتجمع دول ليها مصالح وتمول انقلاب عسكري على الرئيس وتبارك المجازر والاعتقالات والمطاردات، ويخرج اللي يقدر يخرج من مصر من الإخوان ولا غيرهم، وما يلاقوش دولة أمنة تحويهم إلى تركيا وغيرها من الدول، طيب هو كده نلوم عليهم؟ أكيد لا. اللي يتلام في الموضوع ده هو السفاح واللي مولوه، وطبعا لسانه الزفر ووشه العكر ونخبته النخبة الحازقة اللي انت بتتربع على قمتها. طبعا يا إبراهيم، يعني إبراهيم كان بيبقى عايز يقول كلام بيحاول يوحي لك كده او يهيئ لك ان هو راجل منطقي، بس ابراهيم ما لحقش يقول كلمتين حلوين عن المشهد التركي بسرعه قلب على طول، قلب الدفه مره تانية وقال لك اردوغان مستبد
طب ليه؟ يعني ازاي مستبد والمشهد كله ديمقراطي؟ خلونا نشوف ونسمع مع ابراهيم. طب تيجي ازاي الحكايه دي؟ يعني اردوغان مستبد، حاكم مستبد، ساجن قرابه 60,000 من شعبه، بيطارد جماعه جولن مطارده يعني استبداديه تماما. تركيا رقم 2 في العالم في سجن الصحفيين بعد الصين. طبعا انا من قوسين يؤسفني ان مصر رقم 3، لكن في المحصله تركيا رقم 2. طيب تركيا السنه دي وول ستريت جورنال بتحكي عن انه في 16,000 مواطن و753 مواطن في تركيا محالين بتهم اهانه الرئيس واهانه الحكومه. مش دوله ديمقراطيه كده في العالم، ولا في حاكم ديمقراطي كده في الوجود الانساني يعني. فضلا على انه اردوغان متحكم في القضاء 100%، مش 99.9%، 100% متحكم في الشرطه، متحكم في الجيش، وبالتاكيد في الاعلام. لا يوجد في الاعلام التركي متر واحد في مساحه الاعلام التركي. طبعا هنا يا ابراهيم انت غلطت غلطه وحشه قوي. ابراهيم غلط وقال لك يؤسفني ان مصر رقم 3 في حبس الصحفيين عالميا، لكن ده مش مهم، هم يحاسبوه بقى هناك، مالناش دعوه. المهم ان تركيا الثانيه، وطبعا معلومات ابراهيم عيسى كاذبه ومخادعه كالعاده. سيسي انقلب على الرئيس، اعتقلوا، قتلوا، قتل ابنه، اعتقل مئات الالاف، وقتل الاف وشرد الاف، ودمر اقتصاد مصر، واحتكر السلطه، واحتكر السياسه، واذل الناس وافقر الناس. تقدر يا ابراهيم بعد ده كله تقول عليه انه مستبد؟ طبعا ما تقدرش. ليه؟ لانك ببساطه من النخبه الحازقه.